مرحبا، أنا ليلى فتوح. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض صنف بسيط وسهل جدا إن أنت تقدميه. هنبتدي إن شاء الله في المقادير على طول. أنا معايا أفخاذ دجاج مخلية طبعا، وعندي زيتون أخضر، وعندي فصوص ثوم مفرومة، وفلفل أخضر عادي مش رومي، وحباية واحدة بس فلفل أحمر رومي، وبصل أنا مقطعاه شرائح، وعندي جبنة، وعندي أربع أصناف من البهارات: بهار اسكالوب، بهار الدجاج، وسماق، وسبع بهارات، وملح، وعندي كوب زيت نباتي. هبتدي دلوقتي الطاسة بتاعتي، أنا هحط فيها شوية ملح خوفا من إن الفراخ تلزق، وهسيبها تسخن خالص قبل ما أحط الزيت. وزي ما انتوا شايفين الفراخ أنا قطعتها شرائح رفيعة قوي، زي بالظبط كده لما هتعملي كبدة، هتعملي شاورما، يعني رفيعة قوي. أنا حطيت الزيت وهختبره، لو هو سخن هنزل جزء صغير كده من الفراخ، بس أنا المرة دي نزل منه جزء كبير، المفروض كان يبقى أقل من كده. هوزع الفراخ لغاية لما يبتدي لونها يتغير، هقوم ساعتها ابتدي اقلب عشان ما اديش فرصة للفراخ انها تنزل ميتها خالص. هقلبها كويس لغاية ما يبقى لونها خلاص اوريدي تعتبر بقت 80% سوا. انا مش عايزة الفراخ بتاعتي تنشف لان انا لسه هدخلها الفرن، فهتكمل الباقي 20% عشان لما اجي اكل لقيمات الدجاج الاقيها جوسي وطرية. هبتدي انشلها من الطاسة بتاعتي، وزي ما انتم شايفين انا زودت كم فعمل نسبة من المية، طبعا انا هسيبها لغاية ما تتبخر قبل ما انزل الجزء الثاني. وزي ما انتم شايفين كده انا نزلت جزء اقل المرة دي، هبتدي برضو بنفس الطريقة بنفس التكنيك، هقلب الفراخ اول ما الاقي لونها بيتغير عشان اديها صدمة من جميع النواحي، ما اديلهاش فرصة انها تنزل ميتها، وبرضو كتر التقليب بيخليها تنزل ميتها. زي ما انتوا شايفين كده الطاسة ناشفة ما فيهاش اي عصارة، لان انا اتبعت الاصول، يعني كم قليل وعلى نار عالية. وطبعا انا الفراخ عملتها بدون ملح لان الملح بيساعد الفراخ انها تنزل ميتها، ومحطت لهاش بهارات. هبتدي انزل بقيه الزيت بتاعي، وهنزل البصل الاول مطرح ناتج التسويه، وطبعا هقلبه لغايه ما يبقى يطرح حاجه بسيطه. انا عايزه الخضار بتاعي كله الدنتي، يعني مش طري ولا مبهم، انا عايزاه احسه في الاكل بيقرش، يبقى فيه نسبه ان هو يقرش. حطيت الثوم واقلبه طبعا مع البصل، ومجرد ان انا اشم ريحة الثوم يبقى اوريدي كده هنزل ببقية المكونات. هنزل الفلفل الاحمر الرومي. كل الموضوع ان انا بقلب الخضار مع بعضه فقط، انا مش عايزة الخضار يستوي. هنزل دلوقتي الفلفل الاخضر، ده فلفل عادي مهوش رومي. هقلب كله ببعضه، خلاص امتزج تمام. هبتدي دلوقتي اضيف البهارات بتاعتي، الملح طبعا، الملح حسب الرغبة، انت ورغبتك عايزاه ملح عالي قليل، دي حاجة ما فيهاش مقادير بقى. هبتدي انزل دلوقتي السبع بهارات، نص المعلقة بس، وده البهار الحار بتاع الدجاج لان انا عايزاه يبقى سبايسي، انت مش عايزاه سبايسي مفيش مشكلة. هنزل دلوقتي البهار الاسكالوب، هقلب كله مع بعضه عشان يتطعموا من بعض الملح والبهارات، وهبتدي انزل بالفراخ بتاعتي واقلب شوية بشوية لغاية لما الطاسة بتاعتي تسع كل الكمية. انا بخلط المكونات في بعضها فقط، انا مش بسوي تاني،
وانا استخدمت افخاد الدجاج لانها بتبقى اروع جدا من الصدور، لان الصدور لما بتستوي بتبقى حتى لو عملتي كل التكنيك ده برضو بتبقى مش فيها الجوز بتاعها ومش طرية، تاني يوم ممكن تنشف منك لو قعدت، لكن دي بتفضل لتاني يوم جميلة ولونها جميل. طبعا هكمل بقية البهارات، بقية المعلقة الكبيرة من كل نوع انا هنزلهم كلهم، خلاص انا في مرحلة تقليب مش تسوية عشان كل حاجة تطعم من بعض. زي ما انتوا شايفين كده الخضار لسه مصحصح، يعني لسه ماسك نفسه مش مهري واضح. هبتدي دلوقتي انزل الزيتون وهقلب. طبعا الزيتون مش محتاج تسوية، انا هشيله دلوقتي من على النار. خلاص كده احنا خلصنا المكون بتاعنا، التركيبة بتاعتنا بتاعت الفراخ. العيش طبعا زي ما انتوا شايفين حجمه مش كبير، وعايزة صينية تكون من غير حافة، صينية زي دي كده من غير حافة. وعندي 2 قطاعة بمقاسات مختلفة، انا هبتدي اقطع الرغيف بتاعي. القطاعة الكبيرة هتقطع لي الرغيف ده 3 قطع، 3 دوائر يعني. وطبعا بواقي العيش دي انا هحتفظ بيها. انا قطعت حوالي 21 قطعة، الصينية بتاعتي بتاخد الكم ده لان انا مجربة الموضوع ده قبل كده. طبعا بواقي العيش دي انت تقدري ان انت تدهنيها بزيت الزيتون وتبهريها بشوية ملح وترش عليها سماق، زعتر، كمون، اي بهار انت بتحبيه، وتدخليها الفرن تبقى زي الدوريتوس كده، مقرمشات للولاد. بس انا بصراحة استخدمتها حطيت عليها سمنة بلدي وعملتها فتة، يعني عيش للفتة. زي ما انتوا شايفين كده اللقيمات بتاعتي، انا هحط في كل واحدة معلقتين. شايفين لون الفراخ رائع وجميل يفتح النفس، في كل واحدة معلقتين بالظبط. وعملت كم من اللقيمات عشان ابتدي اقدر ان انا ستفهم، ما ينفعش ان انا ستف واحدة بواحدة، لا انا لازم اعمل كم بحيث ان انا اقدر اعمل الطروف بتاعت الوردة بتاعتي، وان انا اعرف اسندهم على بعض. وزي ما انتوا شايفين اللقيمة الواحدة واخدة معلقتين كبار، يعني حاجة متغذية واخدة حقها كويس قوي يعني، وحاجة سهلة في التناول. يعني انت مش محتاجة انك تقطعي، مش محتاجة انك، لا دي حاجة اي حد لو انت بتستخدميها وبتعملها الضيوف فهتبقى في متناول ايدهم بقمة البساطة، هياخدوها مش محتاجة ان انت تقطعي لهم. حاجة سهلة وممتعة وبشكل رائع. انا دلوقتي هعمل هستفهم كويس، طبعا هحاول ان انا ادخله جوه، ما سيبش اللقيمات طالعه بره الحواف عشان النار ما تلحقهاش من بره وتنشفها مني. هبتدي اعمل قلب الورده، دي كانت بالقطاعه الصغيره عملت قلب الورده حسب المساحه اللي عندي تاخد، فهي كده خدت عندي 6 قطع في النص. هبتدي دلوقتي اوزع الجبنه في كل قلب بتله من الورده، وهبتدي اوزع سماق عشان يديني لون حلو وكمان طعم مزز وجميل. وانت ممكن تستخدمي زعتر، ممكن تستخدمي سمسم، ممكن تستخدمي حبة البركة زي ما انت عايزة. هنبتدي دلوقتي برضو نعمل الصينية التانية، لازم يبقى برضو عندي صينية بدون حافة. انا هدهن العيش بتاعي من ظهره بشوية زيت زيتون وهبتدي اقصه، هاجي من النص واقص، هعمل فتحة فيه لان انا هوزع الرغيف بتاعي لثلاث ارباع، ربع احط فيه جبنة مزوريلا والتاني ربعين فيهم جبنة مزوريلا، والربع اللي في النص هيبقى فيه الفراخ برضو حوالي معلقتين، وانت تقدري تزودي بعد كده. هبتدي اطوي الرغيف بتاعي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وتقدري ان انت بعد ما تقفلي الرغيف بتاعك ان انت تزودي الكم جوه، مفيش اي مشاكل، بس بعد ما تتحكمي في قفله. بس انا بسيب اخر جزء يبقى فيه الجبنه بحيث لما يسخن في الفرن يقفل لي الرغيف بتاعي او الكريبايه بتاعتي ما تتفتحش مني اثناء الاكل.
هعمل هكرر نفس الحكاية، وانا بدهن زيت الزيتون عشان لما يدخل الفرن يديلي لون حلو وقرمشة حلوة. وشيء بسيط وممتع جدا. وانت تقدري كمان، انا عاملة صينية تانية، ان انا عاملة نص الرغيف بس بطوي تلات مرات بس زي الكرباية الصغيرة، يعني تعتبر كربات صغيرة على قد متناول الايدين، وسهلة في الاكل وسهلة في التقديم. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع ما فيهوش اي صعوبة خالص، بس في النهاية النتيجة ممتعة. زودي زي ما انت عايزة، تكمل من جوه زي ما انت عايزة زودي. طبعا بكرر نفس العملية لغاية ما اخلص كل الكمية اللي موجودة عندي. وانا عاملة صينية تانية بس حجم صغير من الكريباية. يعني دلوقتي انا ستفتهم، هبتدي ادهنهم من بره بزيت الزيتون تاني عشان اديهم لون حلو، واثبت عليهم الجبنة. طبعا هم احجامهم اكبر من اللقيمات التانية، فلذلك انا وزعتهم في الصينية بحيث ان النار تطولهم، ما يبقاش في جزء محمر والجزء التاني لا. هبتدي ادخله الفرن دلوقتي طبعا على درجة حرارة 200 لمدة اقل من ربع ساعة، لمجرد ان الجبنة تسيح ويديني اللون الذهبي الجميل. وزي ما انتوا شايفين عندي وردة ممتعة، شكل رائع، بيتقدم للضيف بمنتهى السهولة في متناول ايدين الجميع. حاجة ممتعة وبتكلفة بسيطة. ارجو تكونوا استمتعتوا معايا اليوم، وما تنسونيش في اللايك والشير، وفي رعاية الله.